لكن ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق بشكل كبير باذن الله. نروح نشوف اهم اخبار المباراه على المواقع. الوطن سبورت، خطه امنيه ومروريه شامله لمباراه الاهلي والترجي في نهائي افريقيا. اليوم السابع، زحام جماهيري للحصول على تذاكر الاهلي والترجي امام استاد اسكندريه. سوبر كوره، الاهلي يخصص مدرج كامل لجماهير الترجي التونسي وبرج العرب. بوابه الشروق، وليد سليمان، سنبذل اقصى جهدنا لنقدم كاس افريقيا هديه جمهورنا المحبوب. الموقع الرسمي، هشام محمد يغيب عن مواجهه الترجي وتجهيزه لمباراه العوده زي ما قلنا. الموقع الرسمي، طبيب الاهلي فتحي تعافى وجاهز لمواجهه الترجي. الوفد، الاهلي يرصد مكافئات ضخمه قبل موقعه الترجي في نهائي افريقيا. 1-3، الاهلي يؤدي مرانه الاخير على استاد برج العرب استعدادا للترجي. بوابة الاهرام، يوسف وعدلي يحضران الاجتماع التحضيري لموقعه الاهلي والترجي. بوابة الاخبار، محاضره بالفيديو للاعبي الاهلي في ختام الاستعدادات للنهائي الافريقي. سوبر كوره، ابو ريضه يحضر النهائي الافريقي بعد عودته من اجتماعات الكاف. فيتو، فيفا عن لقاء الاهلي والترجي خطوه واحده لتحقيق المجد. الموقع الرسمي للنادي الاهلي، 22 مباراه للاهلي في نهائي دوري الابطال. في الجول، كتالوج تطبيق تقنيه الفيديو في نهائي افريقيا، مباراه تجريبيه وشاشه خاصه في الملعب. بوابه الشروق، مدرب الترجي مواجهه الاهلي مثل اي مباراه اخرى، اشك. البوابه نيوز، مدرب الترجي في حيره قبل لقاء الاهلي. كوره، مدافع الترجي جاهزون للفوز على الاهلي بعقر داره. صدى البلد، تعليق رئيس الاتحاد التونسي بشان موقعه الاهلي والترجي الافريقيه غدا. يلا كورة، لاعب الترجي هدفنا الاحتفال في رادس وسيناريو 2012 لن يتكرر، يا رب يتكرر. موقع جريدة الصحافة اليوم التونسية، هواجس وضمانات الترجيين في برج العرب ووفرة الحلول الهجومية ونجاعة الجويني وصحوة البدري وحرفية الثالوث المرعب للوسط، مصدر اطمئنان. فوت 24، مواجهات شهر نوفمبر بين الأهلي والترجي.